الجريمة حق أمس جريمة شنعاء لا يرضيها للشرع ولا القانون وكل المقاييس، ضرت بس النخبة من الشعب اليمني، تعتبر كارثة عظمى في حق الوطن. رسالة تتحملها الحكومة ورئيس الجمهورية بالدرجة الأولى، نحملهم مسؤولية كل دم ينزل أو كل قطرة دم من امرأة مسلم تهدر، لأن قال صلى الله عليه وسلم هدر الكعبة حجر حجر ولا امرأة دم امرأة مسلم، فهذا نحملهم أما فدماء الشهداء في ذمة المسؤولين والذي قام بالتفجير وفي ذمة من الداعمين لهذا الشيء. جريمة الآن حق أمس يعني لا ترضي الله ولا رسوله، جريمة شنعاء، فنسأل الله الخير والعافية لليمن. هذا الجريمة نكرة لا يرضى بها لا حتى الكفار، ما يفجروا هكذا ويقتلوا أبرياء طلاب مساكين قوي يسجلوا وقاموا يفجروهم هكذا، هذا الإرهاب بعينه، وإن شاء الله ينتقم منهم أرحم الراحمين. وأنا ورسالتي لرئيس الجمهورية يعني يشد العزم والأمن والاستقرار، وأني يبرز وجود الدولة. هؤلاء لا يخافوا الله ولا يخافوا رسوله، وهؤلاء هم مخربين البلاد، يعني يريدوا زعزعة البلاد، كانت البلاد يعني في أمن وأمان، فحبوا أن يزعزعوا الأمن والأمان في البلاد هذا. إذا لم يتركوا الموضوع هذا أن الإرهاب سوف ينتشر بشكل ما يتحمله أي إنسان. في